محمد ويادي البرنبالي 128 غساله ماشي. سهل الموجي 38 ثلاجه ماشي. محمد وعلاء ابراهيم 15 مروحه حلو. يبقى كده 128 و165 و230. مفيش غسالات؟ في غسالات اخذها علاء ابراهيم آه. ولسه ما سددش الثمن بتاعها. ايه ده؟ شفت 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 ايه؟ انا ما شفتش كده قبل كده. انت يا بنت بتعرفي ترقصي رقص يخرب عقلك، مش ممكن. ايه ده؟ لا اسكتي. اوام قيمه لفت وسط وسرعته ولا سرعه المكن الالماني، بس دي الماني مني قوي. عجبتك؟ عجبتني ايه؟ ده انت تعجب الجحش الوليد اللي لسه بيرضع بقاله يومين. جحش ايه يا قندر؟ هو انا كنت برقص في جنينه حيوانات. حيوانات ايه ده؟ انا متخصص في الحيوانات والرفق بالحيوانات، الا الاسد بقى لما يبقى اليف كده مهما يزقر مش مشكله. ايه ده؟ ايه؟ مرات الاسد؟ اكتب انت اللي هتحكي. مين هاي؟ معرفش. مين دي؟ معرفش. هلا فرجيكي من انا لك. ما في راجل يلمك لك. مين انت؟ لك من وين جيتي؟ لك ان شاء الله تجيلك حمى. لك تضربي بهذا الموديل. مين انت يا نورية؟ لا 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 لا، انا ماليش في الدوبلاج. لا هلا طريقة الدوبلاج بتاعي معي. مين جيتي؟ لك اقسم بالله. اقسم بالله افرجيكي بقطعك. هلا شافت ولا عاجل. ما تاخذنيش يا معلم عبد العزيز، العاجل ده احنا بنديه للتاجر اللي سمعته في السوق كويسه. على راي الشاعر المعاصر الله يرحمه اللي قال التاجر سمعه. ومالها سمعتي يا معلم طالع؟ ولا هي بقى ميداليه كلكم متشعلقين فيها؟ الله يرحم اخويا. انت سمعتك في السوق بقت مهزوزه، والكلام حواليك بقى كتير قوي بس ما بيوصلكش. وبعدين انا ايه اللي خليني اغامر ودي بضاعة الواحد علي ديون ابني في حضنه ادور عليه ليه؟ هي فين المغامرة دي طلعت بالبزازة اللي في بقك دي؟ ما كل الناس بتاخد بضاعة وتبيع وتسدد، وعبد العزيز هيسدد كل اللي عليه على داير المليين. بص يا معلم عبد العزيز، الكلام اللي انا قلته ده اخر كلام، وبعد كده مات الكلام. عشان خاطر العيش والملح اللي بينه وبينك، عشان خاطر العشرة، انا هقولك على فكرة قد كده. انت تروح البنك تجيب قرض تسدد بيه ديونك وتجيب بضاعه وتقف على رجليك زي الاول واحسن كمان. وانا يا سيدي اول واحد ينزل لك بضاعه. بقول لك يا معلم طلق، توكل على الله. نزل رجلك دي، توكل على الله. لا 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 ولا حتى العصير، روح اعمل قرض من البنك وهات لك عصير. يلا اتكل على الله. يلا بشنطتك. ماشي ماشي ماشي. يلا برضه نيلة بوز امك بالطرحه اللي حطيتها في جيبك دي. يا عم ما تضايقش نفسك يا عم، هتفرق. شوفنا اسود من كده. لا يا ايات، اللعبه قوانينها اتغيرت. معلش معلش. السلام عليكم يا معلم عبد العزيز. اهلا، ازيك يا ام سعيد؟ عاجبك يا اخويا اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما انا قلت لك تعال احرق معايا بضاعه، عملت لي فيها وطني والشهامه راحت ضربه في عروقك. اه يا زيزو لو تسمع كلامي امنجهك واخليك يا اخويا تاكل الشهد. يا ستي حل عنا فخنا، حل عنا فخنا يا ناقصاك. يلا يا ستي خلينا نشتغل بقى تشوف شغلنا. يا اخويا ما تنقطنا بسكتك انت، ولا انت لا بلا بلا لا بلا بلا عايز تخربها وتقعد على تلها ولا ايه؟ اما نشوف اخرتها معاكي. عايزه ايه يا اخويا؟ مش عايزه اتكلم معاك اصلا. انا جاي لك انت يا معلم عبد العزيز. ايه هتسمع كلامي؟ انا جاي عشانك مخصوص، مش جايه هاتي ورا عقرب ساعاتي. عايزين استغل ظروف الغلابه يا ام سعيد. يا اخويا احنا ما بنضربش حد على ايده، وعلى راي المثل المحتاجه غناجه. لا يا اختي، انا كل هدق ولا جيش على الغلبان. انا مش حامل دعوه وليه، توكل على الله. يلا يا ستي يلا يا ستي، والنبي خلينا نشوف شغلنا. اتكلي على الله اتكلي على الله. قلت والنبي قلت ايه؟ انت هتخربها وتقعد على تلها. خليكم انتوا الاثنين كده قاعدين بوسكوا في بوس بعض. اه عجبنا عجبنا. يلا سلام. مع السلامه. ايه المناظر دي؟ هو اليوم ماله النهارده؟ في ايه؟ الو يا مريم، ايه في ايه؟ ماله الواد بيرجع وسخن؟
طب ماشي هنروح للدكتور. حاضر حاضر جاي. تعبان؟ اه تعبان. هتقول لي ايه؟ رجع. ايه مريم؟ يا مريم. انا عبد العزيز. اه ايه سخن؟ درجة حرارتك ايه؟ لا 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 ما تخافيش. طب ما تخافيش يا ست اطمني، انا هظبطه. يلا اعملي له بس كمادات لحد ما يجيلي. يلا 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 سلام. على السلامة. يلا انا هوصل في السريع وارجع لك على طول. ها مش هتاخر عليك. ماشي خد خد. يا عم مش عايز يا جدع بقى. انت هتعمل لي فيها ده؟ ما تخنقني ناقصه يا عم. الله. حاضر حاضر ماشي. يلا سلام عليكم. حاول ما تاخرش عشان عندي مشوار. ماشي حاضر. فرجة من عندك يا رب. يا عم زكريا انت فين؟ عم زكريا من الصبح. حنين اه رحت لها بس ده مش عشان حاجه يعني، ده انا عشان اوصل بينكم مش اكتر. لا يعني كنت بعتذر لها وكده. الموبايل؟ لا ما يعني والله ما في حاجه يا عم زكريا. طب خلاص متعصب ليه؟ متعصب ليه؟ صلى على النبي. حاضر حاضر. طيب انا عندي مشوار كده قبل ما اخطفه واعدي عليه. فين انت؟ الورشه؟ ماشي ماشي. يلا ما تزعلش بقى. ماشي اتفضل اتفضل هنا يا باشا. من حلمش منك يا كبير. ربنا يخليك ولينا. ليه صحيح لحد دلوقتي؟ عادي يعني. لا مش عادي. مالك يا حبيبتي؟ حالك مقلوب. مش انتي حنونه اللي انا عارفاها. تامر مزعلك؟ ساكته ليه؟ حنين يا حبيبتي انا عارفه ظهور ابوكي في حياتك قلب كيانك. صدقيني طول السنين اللي فاتت دي انا كنت شايله هم ان ده ممكن يحصل. وهو حصل يا مجد. ماجدة انا ينفع اسالك سؤال وتردي عليا بصراحه؟ اتفضلي يا حبيبتي. تعرفي عنه ايه؟ ما افتكرلوش حاجه وحشه. علاقتي بيه انتهت من ساعه الحادثه. ما اقدرش اقولك اكتر من كده. بس انا اللي عايزه اسالك، انت ليه متلخبطه؟ مش عارفه. انا كل ما ببص في عين الراجل ده بحس باحساس غريب قوي. احساس خايف قوي اصدقه. عمري ما كنت اتخيل في حياتي ان انا احس الاحساس ده ناحيته. عارفه يا مجد وانا صغيره في المدرسه لما كانوا اصحابي البنات يفضلوا يحكوا لي عن امهم وابوهم وبيعملوا ايه مع بعض كنت بتضايق قوي من جوايا. بحسدهم على الاحساس ده عشان عمري ما حسيته كده. يا حنين يعني انا مش مكفياكي؟ طب انا زعلانه منك. حبيبي بس انا عايزه افهم ازاي الراجل ده قادر يعمل كده؟ ازاي يقدر يحرمني من امي ومن نفسه؟ مش مصدقه. مش مصدقه الراجل اللي انا شفته ده.
فيه كل الجبروت ده؟ ازاي ظالم كده؟ انا مش عارفه افكر يا ماجده، انا بجد هتجنن. انا عارفه يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده اكبر منك، زي ما انا عارفه ان انت مالكيش ذنب فيه، بس صدقيني يا حبيبتي مفيش حاجه مش بتعدي. اعتبريهم يا ستي ماتوا في حادثه. بصي لنفسك، الحياه لسه كلها قدامك. سكت ليه؟ دي ستها. طب ما تغني حاجه بالعربي. ايوه عبك كده اسهل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا زهقت خلاص من اللف. نفسي بقى الدنيا تسقسق وتمطر معانا ونشرب السيجاره الالكترو 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 دي. الالكترونيه دي؟ دي بتشتغل على الفحم. بترسلها حجر؟ لا دي دماغها دماغ كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين ده؟ ده عبد زكريا. ورايح فين؟ تلاقيه رايح يصلي. هو الظهر قد؟ يا جدع الظهر قدد والعصر قرب يدك كبات. طب اقول لك احنا لازم بقى ننام بدري عشان احنا ما عندناش شغل خالص، لازم نبقى فايقين كده. ها؟ صح. هتوحشني حبيبي يا سيدي. بوسك. تصبح على خير. معلش قلقت. ها؟ ما تتاخرش بكره. حبيبي. سألتك فيها عبد العزيز عن سبب جريك ورا الفلوس، ما كنتش بسمع منك جواب يريحني. يا ترى دلوقتي هتقدر تجاوبني؟ في الأول كنت بقلدك، كنت عايز أبقى زيك يابا. بداية تخشاني وأدوق شوية من طعم الشقة اللي أنت دايما، وبعد ما قفشت قرش الأحلام كبرت. وبعدين إحنا خلاص داخلين على زمن الجنيه، والجنيه مالوش صاحب، معاك معاك عليك عليك. معاك حق يا ولدي، الناس بقي وحوش والقرش بقي هو معيار الشرف والأمانة والكرامة، لكن لقمتنا الفقيرة دي يا ولدي ربك بيبارك فيها قوي عشان من حلال. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل قلقان على بكره
وحاجد على الغلبان اللي عاشها بشرف وأمانة. ربي إلهي، ربي إلهي، دموع العين جارية، والقلب تحرقه في أضلع النار، والقلب تحرقه. يا لهوي، انت ايه مصحيك بدري كده يا عبد العزيز؟ مش لما اكون نمت اصلا يا اما. فيك ايه يا ابني؟ تعبان يا اما ومخنوق، متسدده في وشي، مش عارف اعمل ايه، مش متعود احس بالعجز. عجز؟ معاش ولا كان اللي يعجزك يا ابني؟ ده احنا ياما تعبنا كتير اكتر من كده بكتير. ده احنا نحمد ربنا ونبوس ايدينا وش وضهر، دي قعدتك وسطينا بالدنيا وما فيها يا ابني. شوف انا بقول ايه وانت بتقول ايه. ان كان على الحمول ياما شلنا، بس كانت في الاخر بتعدي. عمرك شفت ابوك اشتكى من ضيق الحال؟ عشان كان ربنا ساترها معايا، عشان كان ماشي عادل جنب الحيط. انما انت من صغرك بتفرك على القرش الزياده. فاكر لما كنت صغير كان ابوك بيزعلك لما تنزل الشارع؟ كان خايف عليك، خايف لما موج السوق ياخدك وتمشي شمال. مدينة اهو اتبهدلت واتهنت وكسرت، سجنت، اتربيت يوم ما خرجتش مسخسخ ولا بمد ايد للناس يمين وشمال عشان يساعدوني. انا نزلت الشارع ياما عشان امشي جنب الحيط، حتى الحيط هدوم. يا ابني ما تكبرش الموضوع قوي كده وتاخده على صدرك. زنقه القرش مقدور عليها، لكن زنقه المرض ولا كنوز الدنيا تعوضك صحتك. وانت الحمد لله ربنا سترها معاك، واي حاجه بعد كده تتدبر يا ابني. تتدبر ازاي بس يا ابني؟ تتدبر ازاي؟ فلوس اتجمدت، انا حاسس ان انا نفسي اتجمدت. محدش في السوق عايز يديني بضاعة لما ياخد فلوسه على الترابيزة، هعمل ايه؟ طب ما اتكلم عمامك، ما انت ياما اديت،
ودول برضو أهلك وناسك. كل حاجة هتتدبر يا ابني. أنا هقوم أعمل لك كوباية لبن سخنة تهدي أعصابك كده عشان تروق. قول يا رب. الو يا عم عزيز، انت فين يا جدع؟ الحقنا، انا حصل لي كارثه، مصيبه. ايه؟ طيب اهدى 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 وتعالى على الورشه. يلا مستنيك هناك. يا عم عزيز يا ابني في ايه؟ تعال شوف بنفسك. حط البضاعة دي وسلمها وتعالى ورايا. الله يخرب بيت امك بالتهمة اللي معاك دي. يا عم انا كنت طالع طالعة عادية زي كل مرة. والله ما اعرفش ان هو استعي يا عم زكريا. يا نهارك اسود. بقى انت شايل كل البلاوي السودا دي معاك. وماشي زي الحمار، ما انتش عارف شايل ايه؟ كمل رغي وهات اللي عندك. يا عم ده ناس نظيفة وزي الفل. وعرفت الناس دي منين؟ إيه؟ ده انس، انس اللي بينزل بضاعة في شارع عبد العزيز. اوبا. دي عصابة. عصابة مش شعابة يا عم عبد العزيز. مين اللي وداك ليه؟ الواد عدنان اللي شغال مع المنديل. جالك ولا رحت له؟ يا عم ما تفهمنيش غلط، والله عرفته بالصدفة. مفيش حاجة اسمها صدفة. الناس دي بتحفر لنا شعلان. ولا أنت مش مجمع اللي إحنا ماسكينه عليهم؟ مجمع؟ بس أنا قصدي اتفاجئت بأنس ولقيتها مصلحة براني، قلت ناكل فيها عيش بدل الفلس اللي إحنا عايشين فيه ده. ما فتحش معاك أي حوارات؟ الصراحة لا. ما تكذبش يا شعلان. ما تكذبش يا ابني، احنا واكلين عيش وملح مع بعض. افتكرت جاب سيرتك يا زيزو. ايوه سالك عليا. قال لك ايه بقى؟ مفيش، سال عنك وقلت له دي الصحوبيه اللي بينه وبينه وبندور على لقمه عيش مع بعض. فقال لي انت فاضي؟ قلت له فاضي. بعدين كمل. الغريبه بقى ان انا كنت بروح محمل وبرجع تاني محمل، بس مش هتفرق معايا، ما انت عارف دماغ اخوك. خريطة. دماغك؟ هو حاجة ودتنا في داهية غير دماغك؟ كمل يا ابو خريطة، كنت مودي السلاح ده فين؟ بص، هو كان رايح على سينا. انا مش هعرف اوصف لك، لكن اعرف اوديك. انا معلمة كده بشوية جبال وشوية صخور، ما انت عارف اخوك قراري. وبعدين كنا بناخد البضاعة دي نسلمها لواحد عرباوي. اخش اضرب عنده الخروف ويا دار ما دخلك حمار. والسلاح ده كنت موديه ولا جايبه؟ بص، انا كنت بنقله من المخزن اوديه على هناك، بس انا هارش بقى، الكلام ده جاي من ليبيا. ويقولوا لي بقى ايه؟ لمنتجات غذائيه هنوديها على غزه. يا ابني انت عمال تقول لي سينا وصحراء، ايه اللي دخل ليبيا على الخط؟ يا عم ارض الله واسعه، اودي هنا اجيب من هنا، مش هتفرق معايا. وبعدين هي مصلحه وخلاص، وانا في الاول وفي الاخر سواق. انت مش سواق، مهرب. قول مهرب. احنا لازم نبلغ البوليس ونسلم السلاح ده عبد العزيز. لا انت ما تقارن لي دماغك يا صاحبي. احنا هنمسك طرف السنارة لحد ما نشوف اخرها في ايد مين. السلاح ده اللي عاوزه شعلان. حاضر يا دكتور، تحت امرك. على فكرة يا دكتور ادري، الواد شعلان هرب. يعني ايه هرب؟ اتضرب عليه نار في كمين ابو زنيمة، سب القرود عرف يزوغ منهم في المدقات واختفى، بس الدنيا مقلوبة على العربية. يبقى ما هربش. اتصل برجالتنا في الداخليه يهدوا شويه على الموضوع. الواد ده لو ما ظهرش في خلال 24 ساعه تغربي عليه الدنيا لغايه ما تجيبه. الواد ده مسؤوليتك انت، عشان انت اللي اتكفلت بيه. الله. ايوه دكتور، فضلتك قلت لي احط تحته خط. تحط تحته خط؟ مش تسحبه معانا للدرجه دي. انا قلت اضرب عصفورين بحجر. ما تنساش فضيلتك، الواد ده كان محبوس مع بشوات كبار قوي،
فقلت اجيبه اجربه. قسته لقيته ابن قرود الحقيقه، يعني قلبه على القرش ومصلحته في اي اتجاه، فقلت اشغله وربنا يبارك لنا. يعني ضاقت بيك الدنيا لما تستعين بمهربين ورد سجون؟ الله. وبعليك كنت عاوزني اجيب مهرب منين؟ خريج شريعه؟ ثم انت جايبني انا اصلا منين؟ واديني شغال مع معاليك من زمان جدا وبقيت اهل ثقه. عمرك ما هتبقى اهل ثقه طول ما انت بعيد عن ربنا. لعلنا يا دكتور ربنا يهدينا ان شاء الله. واخبار الشحنات التانيه ايه؟ تمام. الشيخ هدى بلغني ان في شحنه جت واتخزنت خلاص، والشحنه التانيه بكره ان شاء الله. لا اهدى عليها للاسبوع اللي جاي. حاضر. عينيا. يلا عطى البضاعة بسرعة. بيقول لك عطى البضاعة بسرعة. خد 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 ورا ورا ورا. خد خد انت تعالى خد 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 تعالى انت هنا. يقول لك روح انت. انتوا الاثنين انتوا الاثنين. انا قلت ايه؟ ايه قلت ايه؟ ايه قلت عطقوا البضاعة. قلت عطقوا البضاعة اللي هي السلاح ده. عطقوا البضاعة. يعني عطق انت. عطقوا البضاعة. يعني ايه عطقوا البضاعة؟ يعني انتوا الاثنين نزلوا البضاعة. عطقوا البضاعة انتوا الاثنين. طب بتقول كده يا عم؟ بيقول لك عطق البضاعة. يلا يا جدع خش جوه. يا عم ايه؟ وانت اسرني ولا ايه؟ انت هنا عشان احميك. لو وقعت في ايدهم هيعصروك. زمان الدنيا مقلوب عليك يا شعلان. طب عطق انت. عطق. طب المكان هنا امان يا صاحبي؟ ما تخافش، احنا هننزل السلاح ونخندقه في اي حته حوالينا لحد ما نمسك طرف الخيط. ودول اللي عطقوا السلاح دول هجيبوا لنا اعدام زيزو. يا عم مالكش دعوه انت بس. حط حط انت بسرعه. ساكت بقى. ويقول لنا عتق ونقول له عتق. ايه؟ اسمع انا عايزك تصورني مع حتة السلاح دي. صورك احلى صودا يا صبري. عايزها كده ولا كده ولا كده ولا ايه؟ يا عم انت مجدود عايز تصور بوشك وتروح في داهية؟ امال ايه؟ اكده. استنى مش لاقي التليفون. اطلع بالتليفون. هاين. اطلع بالتليفون بدل ما افجرك. بدل ما اصورك افجرك. خد اقف. ده كده مش هينفع. ليه؟ انت هتتصور بوسك وتروح في داهيه؟ صح. طب اعمل ايه؟ لف. لا بس كده برضه وحشه. ايه؟ افك مش باين يا عم. اهو. ايوه كده حلو. اضحك بقى. ابتسم اهو. لا اضحك. قشط عليك يا صبر ويا بزنس. احلى صور. صورت انا بقى. ما انا اتصورت خلاص. طب ده عايز اتصور يا شبرو. انت دايما كده تحب الحلال لنفسك. طب امشي مكان. بص بقى انا عايزك تصورني وانا بزغرط. عايزك بقى وشك ينور في الصوره. وشي يدور. خلي السلاح جنب وشك. انت عايز وشي يدور. خلي السلاح جنب وشك. طب تصدق بقى ان انا هفضي الخزنه دي في بطنك؟ ليه؟ عشان عايز تفضحني وتصورني بوشي. عكس وشك. خليك بروفيل. بتعملوا ايه؟ احنا بنعتق. بتعمل ايه انت؟ استنى يا حبيبي. بتعمل ايه؟ مش انت قلت ده؟ بتعمل ايه؟ مش انت قلت عتقه؟ وماسك السلاح ده ليه؟ وانت سايبه ليه؟ يا جدع عيب. انت خلاص كبير. انت بقيت راجل كبير. زيزو ما ينفعش. ايه؟ انت صعب على نفسي. مش كل ما تشوفني تحسسني ان انا كبرت يا اخي. خلاص ما تقعدش تعيط. هات يلا الموبايل بتاعك. دعاه. معاك انت الموبايل. معاك انت كنت بتصورني. قلت لك معاك انت. خلاص بس. الرسول انا نسيته في جيب اللي هو ده فوق. صورني يلا مع حته السلاح دي كده للذكرى. بوشك؟ امال البضاعه دي؟ صورته صورته. واجه نفسك يا نجم. Thank you.
اكشف يا جحش. استني راح فين؟ عايزاه مني يا وليه على الصبح؟ سيبيني انزل افتح المعرض بعدي. ايه ده يا اختي؟ جماله حلو يا معلمه، والنبي انا بخرج من الحسد عشان المعصب زمان مصرينها بتهلي بعد ما صوتك سمع في الشارع كله. يلا يلا وطي وطي وعدي برجلك اليمين، الاولى بسم الله والتانيه بسم الله والتالته بسم الله والرابعه رقوه محمد ابن عبد الله. ايوه كده اجينا بخرناكي من العين ومن الحسد ومن المس ومن ركوب العفاريت. يا اختي نيكشي يا رب كده يرجع يركبني العفريت اللي كان راكب. يا اختي بعد الشر انا وانتي مال اهلك؟ انت مين اللي يركبني؟ انا حره. انت ايش فاهمك بالعفاريت؟ بقول لك ايه، العفريت اللي بتتكلمي عليه ده راسه وقعت من 18 وانت راسك بقت فوق لسه قافشه فيه بايدك واسنانك. بحبه وكان راجلي. وبعدين انتي مش فاهمك انتي في شغل العفاريت يا اختي. ما انتي كنت بتحكي لي انك بتحبي. انتي بتكسري مقاديفي ليه؟ يا لهوي انتي بتكسري مقاديفي ليه؟ مش تقولي لي ارجعه ازاي؟ انا عايزه ارجع العفريت ده تاني، ارجعه ازاي؟ ما انتي بتحبيه وبتوديه وعلى كيف كيفك. عايزه ايه بقى؟ عايزاه يرجع تاني الفانوس. غالبا راح دخل فانوس تاني، اعمل ايه؟ اعملي له عمل وخرجيه من الفانوس. ايه يا اختي ده والنبي انا مش عارفه. ايه انتي اللي عامل ايه؟ عمل